شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. في هذا اليوم نتحدث حول مبادئ الذنوب. الذنب ظاهرة، هذه الظاهرة لها مبادئ. كل ظاهرة في هذا الكون لها مبادئ معينة، يعني لها مناشئ تولد تلك الظواهر. ما هي المبادئ والمناشئ التي تولد الذنب؟ هنالك أفراد يذنبون وهنالك أفراد لا يذنبون. لماذا يذنب المذنب ولماذا لا يذنب الذي لا يذنب؟ المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يذنبون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصديقة الزهراء والأئمة الاثنى عشر صلوات الله عليهم أجمعين لا يذنبون. طبعا هذه العقيدة التي نعتقد بها نحن مو عقيدة عجيبة، ولو هذه العقيدة أصبحت محل للهجوم. كيف يمكن يقولون، كيف يمكن أن يكون هنالك شخص لا يذنب؟ أنتم تعتقدون بالعصمة، ما هو معنى العصمة؟ هذه العقيدة مو عقيدة عجيبة، لأنه الذين يتهجمون علينا لأننا نعتقد بالعصمة هم
يعتقدون بالعصمة بشكل أوسع منا. نحن نعتقد بأن المعصومين 14 في هذه الأمة، ولكن عندما تذهب إليهم تجد أنهم يعتقدون بأن المعصومين عشرات الألوف. من هم هؤلاء المعصومون؟ كل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كل من شاهد النبي وروى حديثه أو شاهده فقط هذا يعتبر معصوما، لا يمكن أن يمس بكلمة واحدة. إشلون صار مئات الألوف من الصحابة هؤلاء كلهم معصومون ولكن 14 شخصا لا يمكن أن يكونوا معصومين؟ هذا تناقض في التفكير، هذا تهافت في المنطق، منطق متهافت، باؤكم تجر وباؤنا لا تجر. هؤلاء الصحابة إما أن يكونوا معصومين، إذن ما هو انتقادكم لنا في اعتقادنا بهذه الفكرة؟ وإذا ما كانوا معصومين، يعني مثل بقية البشر في كل الأزمان هنالك بشر يخطئ ويصيب، وإذا يخطئون ويصيبون إذن شأنهم شأن الآخرين. يمكن أن ينتقد منهم موقف ويمكن أن ينتقد منهم فكر. ما هي حل هذه المشكلة؟ أنتوا اطرحوا هذه المشكلة عليهم، شوفوا شنو جوابهم عن هذه المشكلة. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في عقيدتنا لا يذنبون مطلقا، مو فقط المعصومون لا يذنبون، وإنما هنالك أفراد فاقدون لمقام العصمة، ما عندهم عصمة، ما عندهم ذلك المقام الإلهي وذلك التأييد الغيبي، ولكن مع ذلك لا يذنبون. الشيخ عبد الله الششتري، هذا من علمائنا الكبار، هذا ينقل عنه، طبعا القضية قضية تحتاج إلى توفيق وتحتاج إلى تهذيب. 30 عاما لم يذنب ذنبا واحدا. ممكن؟ نعم، حتى للبشر الذي لم يعطه الله سبحانه وتعالى مقام العصمة يمكن خلال 30 عاما أن لا يخطئ. الشيخ عبد الله الششتري. أعظم من ذلك، راجعوا كتب الرجال، لم يرتكب مكروها خلال 30 عاما. مكروه، النوم بين الطلوعين مكروه، لم يكن ينام بين الطلوعين 30 عاما. مكروه لا يرتكب، وأعظم من ذلك 30 عاما لم يرتكب مباحا واحدا. هذا هو الأعجب، مباح، يعني شرب الماء مباح بعنوانه الأولي بطبيعة الأولية، ولكن شرب الماء يمكنك أن تجعله لله. أنا أشرب الماء لكي أتقوى على عبادة الله،
هذا شرب الماء يخرج عن كونه مباحا ويتحول إلى عبادة. رجل عادي خلال 30 عام لا يرتكب ذنبا ولا مكروها ولا مباحا، كل ما صدر منه إما واجب وإما مستحب. هذه هي قدرة البشر، البشر بإمكانه ألا يذنب. لماذا لا يذنب البشر ولماذا يذنب البشر؟ هذا بحثنا. الذي يذنب لماذا يذنب؟ الآية الكريمة تجيب على هذا السؤال. أكو هنالك عوامل للذنب، عوامل متعددة، من أهم هذه العوامل الجهل، ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. الجهالة، الجهل من العوامل المؤثرة في الذنب. ليش؟ لأنه أن تلاحظوا الذنب يعني الغيبة التي يغتابها المكلف، الذنب يعني عدم العشرة بالمعروف في البيت، الذنب يعني ضرب الطفل بلا حق، هذه كلها ذنوب. إحنا كيف ننظر إلى هذه الذنوب؟ مرة ننظر إلى هذه الذنوب كأعراض تنتهي، كلمة أقولها وتنتهي هذه الكلمة، عمل أقوم به وينتهي ذلك العمل، عرض مثل هذا الكلام الذي أقوله، هذا الكلام عرض ينتهي، عندما تكلمت الكلمة انتشرت في الفضاء وانتهت، عندما قمت بالعمل هذا العمل عرض ينتهي ذلك العمل. ولكن في الواقع الذنب مو هذا، الذنب باق ولا نهاية له، الذنب ما ينتهي. هذه الكلمة التي أقولها لا تنتهي هذه الكلمة، وإنما تبقى هذه الكلمة إلى ملايين الأعوام. الآن أحدث النظريات التي ذكرها العلماء تقول إن المادة والطاقة حقيقة واحدة، ولكن المادة مرة تتخذ هذا الشكل ومرة تتخذ ذلك الشكل، المادة تتحول إلى طاقة والطاقة تضغط وتتراكم وتتحول إلى مادة. هذه الكلمة طاقة أفرزتها المادة، ونفس هذه الكلمة تتحول في المستقبل إلى مادة. لذلك أكو في الأحاديث أن العمل الطيب قرينك في القبر، مو جزاء العمل، نفس العمل نفس الكلمة، هذه قرينة الإنسان في القبر. أكو في الأحاديث أن العمل الطيب يتمثل في صورة شاب، والعمل الخبيث يتمثل في صورة سيئة تقارن الإنسان في قبره إلى يوم القيامة. في تلك القضية المعروفة، ذلك الرجل الذي دفن وجاء معه شاب وجاء معه كلب في القبر، ثم خرج الشاب مجروحا لأن عمله السيء غلب على عمله الطيب.
إذن هذه القضية ما انتهت، القضية أن هذه الكلمة تبقى وتبقى إلى ملايين الأعوام. الله سبحانه وتعالى يحول هذه الكلمة إلى صورة مجسدة. فرضنا أن العمل ينتهي، هذه مرحلة ثانية. المرحلة الأولى أن العمل لا ينتهي، المرحلة الثانية العمل انتهى ولكن آثار ما تنتهي. أفرض أن هذه الكلمة انتهت وذهبت وانعدمت، ولكن ما هي الآثار التي تتركها هذه الكلمة؟ هذه الكلمة، هذا العمل يلوث الروح، وهذا التلويث يبقى. إذا الروح أصبحت ملوثة، هذا معناته أن الدنيا تهدمت وأن الآخرة أيضا تهدمت. الإنسان اللي روح ملوثة حياته مهدمة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الحياة حياة صعبة. ليش الآن حياتنا العائلية أصبحت صعبة؟ ليش حياتنا الفردية أصبحت صعبة؟ حياتنا الاجتماعية صعبة. كل واحد منا غارق في الهموم والآلام والقلق والاضطراب. ليش؟ لأن هذه الروح عندما تلوثت بهذا الذنب أفسدت الدنيا وأفسدت الآخرة أيضا. إذا واحد عند هذه الرؤية إلى كل ذنب ذنب، يعلم عظمة هذا الذنب. الآن أنتم تعالوا في الأشياء المادية، إذا واحد يعرف الميكروب القذارة المادية، هل يشرب الماء الملوث؟ الدين كان يقول قبل 1400 عام اغسل يدك قبل تناول الطعام. إذا واحد لا يعرف القذارة المادية يغسل يده؟ لا. إذا واحد لا يعرف القذارة المعنوية والتلوث الذي يصنعه الذنب، هذا أيضا لا يجتنب الذنب. لذلك في الواقع الذنوب، الكلمات يجب أن ينظر إليها بصورتها الحقيقية. أولياء الله سبحانه وتعالى إذا في يوم من الأيام كان يصدر منهم ذنب معين، كلمة واحد، إخافة لمؤمن، غيبة لمؤمن، كانوا يشعرون بمدى الخطأ الذي ارتكبوه. أكو هنالك حديث لطيف عن الأئمة صلوات الله عليهم، أن المؤمن عندما يذنب الذنب هذا الذنب يأرق، هذا الذنب لا ينساه، يبقى في خاطره إلى أن يتداركه تداركاً كاملاً. أما اللي إيمانه مو كامل يمر بالذنب كما تمر الذبابة على الوجه، عندما ذبابة تعبر إزعاج بسيط وتذهب الذبابة وينتهي كل شيء. الإنسان المؤمن مو هالشكل، لا يمر على الذنب هكذا، يضع الذنب في إطاره الطبيعي. هنالك شخص من الصحابة، هذه القضية مو قضية مال قبل 1400 عام، قضية كل يوم، اسمه ثعلبة. ثعلبة مو ثعلبة المعروف الذي نزلت فيه الآية المعروفة، هذا رجل آخر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يذهب إلى تبوك للجهاد في سبيل الله،
عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت أنه عندما يذهب إلى الجهاد يؤاخي بين الرجلين، واحد يبقى في المدينة والثاني يأتي للجهاد في سبيل الله. ليش؟ لأنه واحد يجب أن يبقى حتى يقوم بشؤون العائلة، العائلة كل يوم تحتاج إلى ماء، من الذي يوفر الماء للعائلة؟ العائلة كل يوم تحتاج إلى حطب للطبخ ولما أشبه ذلك، من الذي يوفر الحطب وما أشبه ذلك؟ فكان أحد الرجلين يبقى في المدينة والثاني كان يذهب إلى الجهاد. هذا اللي يبقى يقوم بشؤون العائلتين. النبي صلى الله عليه وآله آخى بين ثعلبة وبين رجل آخر، ثعلبة بقي في المدينة والرجل الآخر ذهب إلى تبوك. كان كل يوم يجي إلى زوجة أخيه ويقول شنو تردون اليوم؟ يردون حطب، يردون عجين، طحين أو ما أشبه ذلك، يأخذه. المرأة كانت تكلمه من وراء حجاب، كانت هنالك پردة تكلمه من وراء ذلك. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذا الحجاب يجب ألا يزول، الحاجز بين الرجل والمرأة يجب ألا يزول، لأن إذا الحاجز زال الشيطان يعمل عمله. في يوم من الأيام هذا ثعلب وراء الستار من هذا الجانب، الشيطان وسوس، وسوس له الشيطان فرفع البردة ورأى تلك المرأة ومد إليها يده. تلك المرأة صاحت به: ألا تخجل من الله يا ثعلبة؟ أخوك في الجهاد في سبيل الله وأنت تنوي خيانة أخيك، ألا تخجل؟ ما عمل عملا، مجرد نظرة ومجرد محاولة، ولكن هذا العمل مو بتلك السهولة التي تنتهي بأستغفر الله. هذا التلويث اللي يترك هذا العمل تبقى آثار في الروح. أدرك الخطأ الذي وقع فيه، ذهب إلى الصحراء، ترك البيت والعائلة وذهب إلى الصحراء. عاد الرجل إلى بيته، سأل زوجته: ماذا فعل ثعلبة؟ شنو أحواله؟ قالت: إن ثعلبة جرى له كذا وكذا وذهب إلى الصحراء. جاء الرجل إلى الصحراء، رأى ثعلبة في حالة بكاء وتضرع واستغفار، قال له: تعال لنذهب إلى رسول الله ليستغفر، لتستغفر عند رسول الله. فجاء الرجل إلى رسول الله وهو ينادي: المذنب المذنب. دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي قال له: ما قضيتك؟ قال له القضية. فقال النبي صلى الله عليه وآله: لقد عملت عملا عظيما يا ثعلبة. النظرة الواحدة مو عمل هين، هذه النظرة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الكلمة الواحدة هذه مو هينة، هذه الكلمة تلوث روح الإنسان. أكو حديث عجيب: من ارتكب ذنبا، من قارف ذنبا نقص
من عقله شيء لا يرجع إليه أبدا. راجعوا هذه الرواية. الذنب آثار لا تمحى، الذنب آثاره تبقى. ارتكبت عملا عظيما يا ثعلبة، اذهب إلى الله واستغفر الله. بعد هذه الآثار لم تذهب آثار نظرة واحد، فكيف آثار ما هو أكثر من ذلك؟ ذهب إلى الصحراء وأخذ يتوسل يلتجئ، يا الله الكل طردوني، كل واحد كان يشوفه كان يقول هذا هو ثعلبة الذي أراد أن يخون أخاه. حقيقة إذا الذنوب كانت تكشف للناس، شنو كان نظرة الناس إلى الرجل المذنب؟ لولا أن الله سبحانه وتعالى حليم ويستر على عباده المؤمنين. راح إلى الصحراء، يا الله الكل طردوني ولم يبق إلا عفوك. بعد أيام يبدو أن تلك الآثار خفت، أن تلك الروح طهرت إلى حد ما. نزلت هذه الآية، الآية الكريمة، والذين إذا فعلوا فاحشة، النظر فاحشة، النظر فاحشة، فكيف بالمفاكهة وكيف بالمصافحة وكيف بما هو أكثر من ذلك؟ فكيف بالغيبة التي ورد في الروايات أنها أشد من ذلك بمرات كثيرة؟ أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي صلوات الله عليه: اذهب وأخبره بأن الله قد قبل توبته. جاء علي صلوات الله وسلامه عليه ورآه تحت شجرة وهو يبكي ويتضرع، فقال له: البشارة البشارة، إن الله قبل توبتك، تعال إلى المدينة. جاء إلى المدينة، النبي صلى الله عليه وآله يصلي صلاة العشاء، اقتدى ثعلبة بالنبي فقرأ النبي سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر، أموال، أولاد، مقام، ألهانا عن الحقيقة، إلى متى؟ حتى زرتم المقابر، يعني إلى شو وقت؟ إلى الموت. هذا الإنسان ما ينتبه إلى أن يموت. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. هناك نفهم ماذا فعلنا في هذه النشأة. وإذا بثعلبة يسقط مغشيا عليه، النظرة الواحدة هذه، ولكننا لا نعلم بماذا نعمل. الطفل تقول له هذا الماء ملوث، ما يفهم شنو معنى الماء الملوث. تقول له هذا السم قاتل، لا يفهم معنى السم القاتل، ولكن بعدين يفهم. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. سقط مغشيا عليه، جاءوا ورشوا الماء عليه فوجدوه ميتا. هذا هو الذنب الواحد الذي ينظر بعين البصيرة، هذا هو الذنب الواحد. فكيف بالإنسان اللي أحاطت به الذنوب من كل مكان وأحاطت به خطيئته؟ موسى صلوات الله عليه رأى رجل دا يتضرع إلى الله، تضرع بكاء، رافع يديه في الصحراء يبكي. ذهب إلى الطور لمناجاة الله. الله قال له: عندما ترجع قول لهذا الرجل إذا بكيت حتى تموت
لن أقبل منك. ليش؟ لاحظوا العبارة، لأن في بطنه حراما، أكل أكل حرام، وعلى ظهره حراما، الملابس اللي لابسها ملابس محرمة، وفي بيته حراما، إن في بطنه حراما وعلى ظهره حراما وفي بيته حراما. والعياذ بالله، واحد فد مرة يشوف الحرام من كل جانب، بيته حرام، ملابسه حرام، لحافه حرام، فراشه حرام، نظرته حرام، كلامه حرام، في بطنه حرام، هذا شنو مقامه؟ ولكن متى ينتبه الإنسان؟ في تلك اللحظات عندما ينتهي هذا الحلم، هنالك ينتبه الإنسان. الإنسان يجب أن يصفي الآن، الآن يتمكن من التصفية، الآن يتمكن من العودة إلى الله، الآن يعمل هذا العمل. قبل أن تأتي تلك اللحظة حيث يقول أمهلني عاما، يقول له ملك الموت ذهبت الأعوام، أمهلني شهرا ذهبت الشهور، أمهلني أسبوعا ذهبت الأسابيع، أمهلني دقيقة ذهبت الدقائق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، وأن يوفقنا للتوبة والإنابة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات، بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.